نا احبابنا اصحابنا تحيتنا لكم. اليوم رانا في منطقه فانزبري بارك في شارع 7 سيستر رود. هنا كما راكم تشوفوا اخونا عنده اكسبريسيو، هذه قهوه خاصه مقرها في 215 7 سيستر رود. ما شاء الله يعني مقهى ما شاء الله نظيف، يعني الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس ما شاء الله هايله. ما شاء الله والله. رايح لخونا عبد الرحمن. السلام عليكم. واش راك لاباس؟ يا خويا قايم بها. ما شاء الله ما شاء الله. واش راك خويا عبد الرحمن؟ لاباس الحمد لله. ما شاء الله. واش راك خويا عبد الرحمن؟ لاباس. السلام عليكم. نظيفه ما شاء الله، قايم بها الله يبارك. كيف جاتك الفكره اخونا؟ اولا التسميه كيفاه وكيفاه؟ الله يبارك. جاتنا الفكره هذه، احنا هنا نخدموا عند الناس وقلنا نشوفوا كاش واحد يشاركنا ونتكلوا على ربي. وراك تشوف بدينا في هذه القهوه وان شاء الله ربي يوفقنا. امين يا خويا، ربي يحفظك. خويا عبد الرحمن راك في 215 215 7 سيستر رود. يعني واش ديروا كامل؟ واش ديروا كامل؟ احنا واش نديروا؟ نديروا لي بانيني. هذه لي بانيني البونسيون ديالي، يعني انا اللي اخترعت الفكره تاعك. الفكره تاعي. كيما عندنا هذا الفيش تاع الكاري تاع التيكا البيريبيري البيستو طريقة مختلفة. انت اللي ونديرو بانيني ونديرو فيه شلاضة ونبيعو للناس كاع تكون في الطلطة. الحمد لله. زونجلي يجو، صومال يجو، عصير وعندنا العصير تاني. الحمد لله. خويا عبد الرحمن، كيف جاتك فكرة التسمية؟ كيف جاتك؟ اسبريسيو هادي اقترح علينا واحد السيد هو اللي يخدم هاد المحلات، هو عنده ديجا صافي يخدم زوج. هذا الثالث في برمنغهام، وواحد هنايا حبينا اسم شكون لا كوميونتي تاعنا هادي وين كاين الصومال، حبينا نديروها كاع موديل سينو يجيو البيوضة ويدوها علينا ونقولوا حنا نطلبوا عندهم وخلاص. ما شاء الله فكرت انك تخدم عند روحك. يعني واش نصيحتك لخوتنا هذو اللي يحبوا يبداو في التجاره بيزنس هكذا؟ يتكلوا على ربي ويكون عندهم الاراده والنيه. ثاني النيه هي الصح، يكون عندهم النيه والاراده ويسالوا الناس اللي عندهم الاكسبيريونس يسالوهم ويشوفوا يتكلوا على ربي وان شاء الله ينجحوا. خاطش البلاد هذه ما يعني ما يعني توفر لك الامور، يعني ماشي زعما شغل ما تصعبلكش تصعبلكش والحمد لله. ومليح تخدم عند روحك، يعني خير ما تخدم عند الناس. تحس روحك الراحة، كل شيء متوفر عند روحك ما شاء الله. ندخل نغلق راح نصلي الجمعة، نصلي الظهر، نصلي العصر. لكن اللي ما عنديش أنا هو المناجر، ما عندي حتى واحد المناجر ديالي. ربي يقدرك، ربي يقدرك إن شاء الله. The tea is here. The panini will be in one minute. خوتنا هذا ما شاء الله قايم بها نظيفة، ما شاء الله نظيفة. خوتنا ان شاء الله زوروا خونا عبد الرحمن. مرحبا بكم. وما يعرفونيش عبد الرحمن، يعرفوني دحمان. دحمان صغرتها. ايه دحمان يعرفوني. خويا دحمان بارك الله فيك ويرحم والديك. السلام عليكم. الله في راحتك، بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. سلام. راح نشوفكم مع القهوة هنا. ان شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله خوتنا، يعني ما شاء الله. نتمنوا له التوفيق ان شاء الله. وخوتنا السلام عليكم، يومكم سعيد ان شاء الله.